قصة اليوم واحد ولد ميمتو بمعنى سلبي وماشي إيجابي غادي يطيح في حب واحد الميتة اللي بقى يالله كالت بسم الله في الحياة وكلها طموح وأحلام. غادي يلصقها واحد اللصقة باش أنه يتزوج بها وغيدير المستحيل وسيتقن التمثيل، غير هو غادي يحرمها مناش بغات ويعقد عليها لقات راسها مزوجة بمو. بنيتها ما عندها حتى شي ذنب واضطرات تقول لأهل هاد العلاقة ولا تعيشها معاها غير بمي، وهنا غادي تدخل مسكينة في واحد العالم اللي غادي نخليكم تكتشفوه. غير هو في الأخير باش عجبتني هاد الحكاية أنه هاد الإنسانة طلعت محاربة ولا لا ومال. كيفاش؟ غادي نخليكم مع تفاصيل هاد الحكاية اللي في الأخير كترد الروح وكتعطي الأمل. ما تمشيو فين، بقاو معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي اللي كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه واحوالكم طيبه. ككل مره المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد باش تونسكم في الوحده ديالكم، فما تبخلوش على بانكم تضغطوا على زر الاعجاب، ما تكلفكم حتى شي مجهود وكيدير فرق كبير مع هذه القناه وكيخليها انها تطلع عند ناس وحده اخرين وتقدر تبدل فيهم بزاف. وهكذا انا كنتحمس وكنبدا نجيب لكم جديد كل مره. خلينا ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا رجاء دريت وسط واحد الاسره اللي الحمد لله مستقله ماديا، حليت عيني وسط 4 ديال البنات وانا هي الخامسه وزوج عزاره. عندنا دارنا وكنا عايشين مخيرين. بابا الحمد لله كان بالمحلات التجاريه ديالو اللي كاريهم ومخدم فيهم ناس اللي كانوا مهتمين بالتجاره. المهم طفولتي دازت بخير ما كتهمش لانه كانت عاديه. كل عام كنت فيه كنطلع لشي مستوى، كان الاب ديالي تيقول لي غادي توصلي السادس وغادي تحبسي. بابا ما عندوش الفكره نهائيا ديال انه بناته يخدموا، ولكن انا كنت كنتحداه وكنقول اذا خواتاتي ما قراوش انا غادي نكمل قريتي وغادي نوصل فشنو بغيت. واحد اختي كانت قاريه شويه والاخرى حتى شي وحده فيهم ما قدرت تقرا. ديك اللي قاريه كانت داها بابا معاه المحلات ديالو باش انها تقابلهم، وما حل واحد اخر دا ليه خويا يقابلو. المهم دازت واحد الحياه اللي هي عاديه حتى طلعت الكوليج 7 8 غادي تبدل الوضع. كانوا خواتاتي الكبارات شويه، اللي كبر مني عندها 21 عام انا ذاك، والاخرى 24 عام، والاخرى 26 عام، كلهم والاخرى 26 عام والاخرى 28 عام، كلهم جالسين بلا زواج من غير وحده اللي غادي تزوج بواحد ولد خالي، وانا ذاك تكون عندي شي 5 سنين. تزوجت معاه ولدت معاه ما شاء الله 3 ديال الوليدات. من بعد راجل اختي اللي هو ولد خالي واحد صاحبه هو اللي بغى يتزوج وقال ليه انا مرتك كتبان لي بلي انا درويشه واش ما عندهاش خواتاتها، غادي يعرفوا على واحد الاخت ديالي وغادي يجي عندنا لدارو وغادي يديروا الخطوبه ومن بعد غيديروا العرس. من بعد شهرين صاحب راجل اختي اخر غادي يكون جالس معاه في القهوة وغادي يقول ليه راني بغيت نتزوج. قال لي راجل اختي الاول راه كاينه واحد اخت المدام اللي هي في الاصل بنت عمتي، باقا وحده صغيره وحده كبيره، كبيره راه ديال الزواج اما الصغيره ما غاديش يعطيها عليك. المهم مشى عند اختي وقالها ليها وغادي يجيب ليها تصويرتو. نسيت ما قلت لكم بلي انه حتى اختي الاخرى اللي كانت خدامه مع بابا جاها واحد السيد في المدينه اللي كنا ساكنين فيها وتزوجت شهرين من مورا اختي الاولى مباشره. غتبقى هاد اختي اللي حتى هي غادي ياخد تصويرتها ويوريها لصاحبه واللي فيها انا وياها. وفاش شفت التصويره عجبتو انا خواتاتي واخدين حقهم في الزين، ولكن انا كنت داي عليهم بزاف بشهاده ديال البعيد والقريب وكنت عاطيه العين من صغري. يعني هادشي اللي تنعاود لكم عليه راه بدا من 16 سنه ومع ذلك كنت عاطيه العين وبزاف اللي كانوا كيجيو كيتكلموا فيا. المهم اللي غادي يعطيه التصويره غادي نعجبو انا، غادي يقول لي انا بغيت هاد الصغيره. قال لي راجل اختي هاد الصغيره راه ما غاديش يبغيو باش انهم يعطيوها لك، اما الكبيره هي اللي بعقلها وتصبر ليك وعلى عائلتك في العروبيه. المهم داك راجل اختي بقى داخلو الشك، من بعد غادي يوريها لولد خالو اللي شاف التصويره، غادي يقول لي نفس الهضره اللي قال ليه الاخر، غايقول ليه يلا نمشيو نشوفوا هاد الناس ونهضروا معاهم. غادي يقولها لخوه ومرت خوه وهاد ولد خالو اللي هو راجل اختي وغايجيب معاهم شي ولد عمو. جاو شافوا اختي وتفاهموا معاها وبغى هذاك السيد وقراوا الفاتحه غادي باتوا معانا. المهم خربقتكم شي شويه براجل اختي صاحب ولد ولد، المهم ما تديوش على داك الشيء دوك تفاصيل ما تيهموش. المهم اختي غادي تخطب، غادي باتوا معانا. بالليل وانا هابطه دخلت عندهم ديت ليهم شي صخره وخرجت، وانا هابطه في الدروج ولد عندك اللي جا يخطب اختي كان هابط وما عرفش الضو منين كيتشعل، وانا نقول ليه بلاتي نشعلو ليك، هنا فين غادي يشوفني وهنا فين غادي تبدا الحكايه. فبقى تيشوف فيا، انا خليته وهبط. انا باقا صغيره ما تنفهم في هادشي والو، هبط في الدروج كنقز ومشيت وهو خليته واقف في بلاصتو. مشيت نجيب من الزنقه الصخره حتى كنلقاه واقف حدا الطوموبيله ديالو في الدرب عندنا، وبقى تيشوف بمناظرات اللي كانت ديال الاعجاب. طلعت عادي وغادي يديروا معنا سيمانه باش انهم يرجعوا يديروا الاختبار الرسميه ديال اختي،
جات اختي قادينا داكشي وانا كنت نقرا انا ذاك في الثامنه. خديت القفطان ولبسته وجهاد السيد ومرت خوه وباه ومو وداك اللي كنت عجبته وضحكوا وتصورنا مع بعضياتنا. غادي تدخل اختو عند اختي الكبيره للبيت وغادي تقول ليها بغيت ندوي معاك بوحدك واخا مرحبا. هضرات معاها وقالت لها شوفي راه خويا فلان شاف الدريه وعجباته وراه كان مزوج من قبل وطلق لانه السيده اللي كان معاها في ليله الدخله ما لقاهاش عذبه. فهذيك اللحظه هو ما تقبلهاش وطراو مشاكل وطلقوا وراه خويا غادي يديها للطليان حيت عنده الوراق نتاع الطليان. المهم ديك الهضره اللي راكم عارفينها كتزوق باش انه تعمينا بالشعه. قالت لها ان شاء الله يكون خير غادي نهضر مع الدار واختي اصلا شوفي راه باقا صغيره خاصها تكمل قرايتها وما كتفكرش في الزواج بتاتا. هما غادي يقولوها ليا بالليل. قلبي تصير عليا وما عارف شنو غادي ندير. وقلت لهم مستحيل لدرجه انه داك السيد ما بقيتش كنشوف فيه وبقيت جالسه غير في البيت حتى مشاو. حقدت عليه وما حملتوش في ديك اللحظه مشاو. ومره اخرى غادي يرجع عاوتاني راجل اختي وغيرجع معاه داك السيد اللي شافني وغادي يهضر مع بابا بصفه رسميه راه بغينا الدريه لخويا. لا ما يمكنش نعطيكم الدريه حيت السروله هو الاخر اذا حيداته كتخلي محطوط في الارض راه بيضه وما كتعرفش تقليها فكيفاش غادي تزوج بها وهي مازال باقا صغيره. بقى ولا وحنا بغيناها. هو داك اللي جاي يخطب جاتو الجراه انه يقول قدام بابا انا ما بغيتهاش خدامه وانا هادي وهادي وهادي. قال لي بابا يكون خير. بابا يلا سلام معاهم الهضره تعشاو. ها هي كتعيط ليه مو انا داك اللي كانت ساكنه على برا كانت عايشه في اوروبا. غادي تدوي لبابا وتقول لي السلام سي فلان انا بغيت بنتك وولدي راه غادي تسطى وبغى الدريه اذا ما داهاش. بابا بقى تيضحك قال لها ويكون الخير الحاجه وهو ما عرف باش تبلى. غادي يقول ليه داك السيد اللي بغاني اذا ما عطيتيهاش ليا عمي انا غادي نطلع لصالحكم دابا وغادي ننتحر انا هاد الدريه عجباني بزاف ومنها ما نتفرقش. فمشى بقى تيهضر مع واحد عدوز اختي اللي هي في الاصل مرت خالي. بقى تيهضر معاها وكيطلبها وتيقول لها غير شوفي ليا كيفاش نتزوج بها وانا راه عجبتني وانا هادي هادي. غيجيو يهضروا معايا وانا كنت رافضه تماما. غيقول لهم خليوني غير نخرج مع الدريه نهضر معاها الراس في الراس ونشوف اشنو في راسها. دارنا تيقولوا ليه يكون خير ما تيقولوش ليه بلي انا ما باغاش. بابا تيقول لي واش غادي تزوجي بيه؟ لا مستحيل انا باغا نكمل قرايتي يابا. جا السيد هو وراجل اختي واختي ولد عمته والو غادي تخرجي معانا. انا كنحس براسي بلي انا وانا خارجه مع شي عدو ديالي والهضره هو ديالو كامله. انا بغيتك مرا ما بغيتكش خدامه انا عجبتيني ونتي زوينه تبارك الله والاداب وفنه وبنت داركم والديك الله يعمرها دار. بغيت نكون معك اسره وانت اللي غادي تكوني مت ولادي. وبصح انا فشلت في تجربتي الاولى ولكن انا بغيتك وانا عندي اوراقيه ديال اوروبا مره نمشيو ليه مره هنا وعندنا الدار في العروبيه والدار هنا. المهم كانت هضره مورا هضره والمغريات اللي ما كانوش كيغريوني. انا ديك الهضره كلها ما دخلتش ليا لدماغي. رجعنا ومنين بغيت ننزل من الطوموبيل غادي يجبد ليا واحد لاجوندا وواحد التليفون وقال لي هذا باش نقدر نتواصل معك وحتى تصيفط ليا استعمال الزمان ديالك باش ما نبقاش نبرصطك وانت كتقراي. بقيت نشوف فيه. قالت لي اختي واش ديهم؟ شديتهم خديتهم. وحتى زادت اختي عيط ليا رجاء رجاء. رجعت نعم هاكي عطاني مشموم تاع الورد خديته وطلعت تنقول لهم انا هاد السيد راني ما باغاش وانا اصلا ما باغاش نتزوج وانا راني مازال باقه صغيره. بابا تيقول لي يا غادي تزوجي يا غادي تخرجي من القرايه وتخدمي معايا في المحلات. وهذه صراحه كانت اكفس فكره عندي انني نخدم مع بابا حيتاش الحبس المؤبد كتخدمي من الصباح حتى الليل ويوميا. ما علينا بكيت ما خليت ما درت شهرين بابا ما تيدويش معايا. الاخر تيدوي معايا غير في التليفون وتنجاوبو على قد الحال. تيقول لي توحشك تنقول ليه مزيان تنبغيك تنقول ليه مزيان. وهذه هي هضرتي معاه. واش قريتي مزيان اليوم؟ لاباس الحمد لله ما كنفوتش معاه الهضره. هو طاح في الحب كنبغيك والهضره المعسله كيف تنقولوا. بابا مازال شاد في الراي ديالو تيقول لي واخا تبقاي تما في داك البيت حتى العام الجاي راه هي غادي تزوجي يا غادي تخدمي. انا ما عنديش البنات اللي غادي يبقاو غاديين جايين للمدرسه ولا في الزناقي حتى تجيب لي شي نهار شي كرش. شنو غادي ندير؟ فكرت حتى عييت وهضرت مع داك السيد. شوف فلان انا ما باغاش نتزوج وما تنبغيكش وما تنعرفكش. ما عمرني فكرت انني نبغي ولا حتى نتزوج بشي حد في هاد السن. قال لي ماشي مشكل انا غادي نكون لك الاب والصديق والاخ وانا بغيتك انت بروح ديالك ماشي حتى تشقاي ولا قاريه عاد انا باش غادي نوض نديك. قلت له واخا سيدي انا غادي نشرط عليك ثلاثه نتاع الشروط واذا قبلتيهم مرحبا. اول حاجه ما نخرجش من قريتي وغادي نكملها. وثاني حاجه ما غاديش ندير العرس هاد العام. هو رفض
ولا وغادي نتزوجوا وانت غادي تكملي قرايتك. قلت ليها اما الحاجه الثالثه ما غاديش ندير الحجاب. لا رجاء، هذيك حريتك الشخصيه وانا عجباني بحال هكا. انا بغيت مره نعيش انا وياها الحياه، ماشي بغيت خدامه دايره زي في حياتي ومعبسه وتعيشني الرعب. رجعت للدار بقيت تنفكر في كلامه مزيان، قلت صافي غادي نتزوج ونكمل قرايتي، حسن انني نبقى بلا قرايه، خصوصا وراني عارفه القرار ديال بابا، اذا قال لا راه هي لا. توكلت على الله، وحتى انا خليت قلبي بشويه بشويه انا ويستسلم، حتى وليت كنتعلق بهذا السيد. نشرنا الخبر وحددنا موعد الخطوبه. في الخطوبه ديالي جابني من الكوليج وداني للصالون ومن بعد للدار. درت خطوبه اللي كانت كبيره بالدقيقيه، وجاب العائله ديالو وجاب امه محتايه من برا حيت كانت عايشه مع ولدها ومرت ولدها. المهم جابت لي كادوات والشكالط وما خلات ما جابت. درنا هذيك الخطوبه وبتنا في الحب والرومانسيه 7 شهور وانا معاه في التليفون. تجا النهار اللي قال بابا غادي نديروا العرس في شهر 8. قال ليها بابا انا ما عنديش دابا الفلوس، لانه يلا درت العرس لاختها. العرس اللي كان فيه هذا الخطيب عطاني الفلوس باش انا نمشي نكري تكشيطه، وقال لي شنو ديري في شعرك، وكانت واحد الحب والرومانسيه باينه في عينيه. ما قدرش يتفرق عليا في عرس اختي وغير حاضرين، وفي ما مشيت نلقاه جنبي. هي فاش قال لبابا باش اننا نديروا العرس، وقال لي بابا انا يلا في عرس بنتي فلانه، ما نقدرش دابا نعاود نجهز رجاء بالذهب ديالها ودهازها وكسوتها، وترى عرس راه فلوس. هو غيقول لي بلا ما نديروا والو انا ورجاء العرس غنديروا غير حفله، حيت هو كان فايد داير العرس. انا فاش وصلني هذا الخبر قلت لي انا مستحيل نتقبل هذه الفكره منك. غادي يقول لي عمي قلت لك بلي انه بنتك انا اللي باغيها، يعني اللي تقالت عليك خفات عليا، والعرس انا اللي غادي نديرو، غادي ندير القاعه والبسطيله والديسير والحلوه والنكافه، انت دير غير الجروب واختار دجاج ولا اللحم زائد المناضه والخبز والله يسخر. جا العرس اللي داز مزيان ومشينا لدارنا، ودات الامور على ما يرام. وصلت الزوج ديال النهار، ها هو خرج، فين غادي؟ انا غادي خدام، كاينه شي خدمه؟ لا غادي نقضي غير واحد الغراض. مشى مرجع حتى الخمسة وجاب لينا ما ناكلو. الصباح ديال الغد ليه مع العشرة، ها هو جايب مو واختو وشي افراد باش انهم يتلقاو الفطور اللي جايبينو دارنا، حيت كنشوف ولكن ما علينا. جاو دارنا قيلوا معانا. وصلت العشيه عائله راجلي كلهم مشاو، بقات غير مو واختو. فاش دارنا كانوا غاديين في حالهم، قالت ليها ماما واش حتى نتوما غادي تمشيو الحاجه؟ لا فلانه حنا غادي نبقاو. نقزت واحد اختي قالت ليها وفي التقاليد ديالنا العريس والعروسه تيبقاو بوحدهم. قالت لينا مولا حنا غادي نبقاو. المهم دارنا مشاو وهما بقاو معايا يومين، علما انه بين داري ودار بنتها 20 دقيقه. مو كانت ساكنه في واحد البارتما قريبه لينا، عندها ثلاثه ديال العزاره وثلاثه ديال البنات، ولدها اللي على برا اللي مزوج بوليداتو، ولدها الزفري اللي تيدخل وكيخرج، وبناتها راه كلهم زوجات. دازت الامور، مو مشات على برا عايشين بخير والسعاده. جا الدخول المدرسي ومشيت باش انا نتسجل باش نعاود التاسعه. ولا وانت راكي باقا صغيره وكيف غادي ندير نخليك تقراي وانا غادي نخاف عليك؟ ما بغاش. عيطت لبابا في التليفون، الو بابا راه فلان ما خلانيش نكمل قرايتي. ايوا بنتي راه راجلك هذاك اذا ما خلاكش تمشي علاش باقا اصلا تكملي؟ هو اصلا رافض الفكره. دوزتها وحاولت كل مره نجبد ليه الموضوع ونحكر فيه، ديما كنا كنتليوها بالمخاصمه، حتى عييت وشديتها في قلبي وسكت. المهم دوزات مو واحد 6 شهور وهي بغات ترجع. انا هو كل مره تيقول لي واش مازال ما حملتي؟ حتى لواحد النهار درت تيست لقيت راسي حامله. قلتها ليه؟ قال لي على سلامتك. قلت لي على سلامتك حتى انت غادي ترجع مو من على برا. وجلست معايا هي وامها اللي هي جدات راجلي 20 يوم. ديك 20 يوم ما كانوش كيتحركوا، كتمشي هي كنمشي 3 ايام 4 ايام لدارنا كنرجعوا، كتعاود تجي لعندنا وكتجلس ب 20 ب 30 يوم حتى غادي يجي خوه من على برا. قال لهم انا ما بقيتش قد على الخارج، غادي نجي نستقر هنا، وهنا فين غادي تبدا المعاناه. فاش غادي يدخل خوه خلى مرتو عند دارهم، وهو تيقول لمو يلا نمشي لدارنا، راه راجلي يلا نمشيو لدارنا. راجلي تيقول لي لا فلان جلسوا معانا، كان تيقولها ليه هو امه جلسوا معانا منسينا وراه خير انا وياها. وبدا كيتقلب شي انما انا عييت. تيفيق هو امه مع الفجر وتيبقاو حوت 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 حوت. انا جاني هذا الشيء في شكل تنقول غير صبري يا رجاء. دازت الحماله شويه اللي كانت صعيبه مع الاعصاب، مشيت كندوز حيت جاني نزيف، وهنا قالت لي الطبيبه خاصك ضروري 15 يوم تبقاي غير مجبده. خوه جات مرتو مره يجيو عندنا، واذا ما جاوش حنا اللي خاصنا نمشيو عندهم. ما كنتش واخده راحتي وكلشي غدا كتكبر، وكنبغي غير نكون مرتاحه في الباسي، ما كنقدرش لانه خوه كاين، غادي نولد ولدي الاول وغادي تجي مو تجلس معنا باش انها تقابلني. جابت الساك الاول باليزه الثانيه وجايه ناويه باش انها تستقر معنا في مره. جات وما ادراك ما جات، اي حاجه كتحكم فيها
وانا ما قدرتش نتحكم في داري وغير كنتغدد. محيتي لتربيتي الاولى، محيتي لاعصابها، خوتو غاديين جايين والدار ما كتخواش والصداع والهرج. كملت 40 يوم بالكشيفه، تنقول السيده غادي تمشي غادي تمشي، حلفات لا مشات. مشيت عند خوتي غدا معايا، اللي درتو كنلقاها حدايا، الله يجعلنا نمشيو غير السوبر مارشي نتقدى كنلقاها بجنبي. اي حاجه هضره زوج امي امي امي. بدات حياتنا كتزعزع وبداو المشاكل والصراعات، وتنقول ماشي مشكله راجع غير صبري شويه. السيده هي اللي ولات كطيب وكتعجن، وانا غير الميناج. الماعين كتخليهم هي كنغسلهم، والجفاف والتخمال هو. قالوا الوالده اشنو خاص اشنو نجيب، انا بحاله ما كايناش. فاش كندوي معاه في هذا الموضوع تيقول لي ولا راه غير حيتاش هي اللي كطيب وراه عادي. انا كنسمعو بودني تيقول ليها وقت ما جا شي ضيف تسمعو تيقول ليها عندك تخليها طيب راه غادي تحشم بينا، طيب انتي عافاك امي. وهي بطبيعه الحال كتزاد طلعه، وانا تيطلع لي الدم وكنتعصب. كنبات فايقه مع ولدي ونوض وسط الهراج ولقاها طيبات وعجنات، وانا كيتسناني الميناج حتى لامتى. واحد المره كان عندنا واحد بيت الكلاس وفيه ماريو ما فيهش البيبان، هي كانت حاطه حوايجها وحوايج ولدها العازب اللي فاش ولدت جا حتى هو سكن معنا. واحد النهار وانا تنخمل طرفت الحوايج لواحد جهه واحده اخرى في البلاكار، جات قالت لراجلي اجي تشوفها فلان، انا غير خرجت وهي حولت لي الحوايج من بلاصتهم. علاش راجع حولتي لي الحوايج؟ انا ما حولتهمش راه غير قديتهم. علاش كتهضري بهذه الطريقه؟ كنهضر عادي. واش انا لحتهم في الارض؟ صرفقني زوج ديال التصرفيقات وقدامها وقدام الزفري ديال ولدها. دخلت لبيتي سديت عليا، بقاو كيتعشاو وكيبقاو كيتعشاو وكيكركرو، غير حس بيا نعس عاد دخل البيت. ومن هنا غايب داو مشاكل من نوع اخر. كان واحد العرس العروبيه مشينا ليه ومشى ليه خواتاتي كاملين. راجلي كيجي لراجل اختي في الاصل كيف قلت لكم، مشينا ضحكنا نشطنا. من بعد غادي تهز عكوتي التليفون وغادي تدوي ليه وتقول ليه مرتك ها شنو قالت في العرس وهاشنو قالت وهاشنو قالت. فاش رجعنا هو غادي يجي وغادي يعاتبني، شو هاد الهضره اختي قلتي؟ ما قلت والو، صرفقني ضربني تخاصمنا عاوتاني، وبقات هاد الحياه غاديه بهاد الطريقه. حتى واحد النهار قالت انا صافي عييت غادي نمشي لداري. الله واخيرا ما تفرحوش، هو جا على سبه قال لي راه مشات. قلت لي راه هي اللي بغات، مره اخرى غادي نتخاصمو غادي يضربني وغيخرج في العشيه. دواليا وجدي راسك غادي نمشيو عند امي. هزيت راسي واخا حنا مخاصمين، غير دخلنا قال لي غادي نطلق ديك الدار وغادي نسكنو هنا. تيقت وبديت كنبكي وكنترجاه وانا باقا صغيره ونيه. لا غد لي وقف على امو تيطلب فيها ولو غادي تمشي معانا، وانا راه ما نقدرش نعيش بلا بيك. جينا ودازت يومين وهي جات كلسات. ابسط حاجه كانت تقدر توقع كانت كيضربني حداها. دازت الايام وجات ايام، وخو شرا بارتمان وجمع وليداته سكن فيها. داك خو الزوفري غادي يتزوج بوحده وغادي يمشي للخارج بيد ما يتقدو ليها الوراق ويديها. هاد الفتره فين غادي نرتاح من عكوزتي حيت غادي تجلس معاها مرت ولدها. انا ارتحيت شويه حيتاش كانت ابليس، هي كتقول لي بهذا الاسلوب غير بلاتي عليك دابا نتولاك حتى من بعد. والله كانت كتقولها ليا في وجهي، كنت نحاول اني ما نتسوقش ليها. غادي ندفع انا داك في التعليم الاولي وخدمت وكنت كندي معايا ولدي. غادي ندوز واحد المده وغادي نلقى راسي حامله للمره الثانيه. يا ربي بغيت نحماق وما خليت ما درت. عيطات لي واحد اختي قلت لها واش ما عرفتيش شنو وقع شنو كاين وشنو كاين؟ غادي تقول لي واخا انا عطيك واحد الوصفه ديال اسبرو مع واحد المكون واحد اخر شربيه ودقه بطله. فعلا داكشي اللي دات شربتهم باش انا نطيح داكشي اللي في كرشي. هنا غادي يجيني واحد النزيف والوجع ديال الموت. مشيت عند الطبيب تنجري وقلت ليه بغيت نطيح هذا الجنين، قال لي شنو درتي؟ لا والو، لا غير قولي شنو درتي. قلت ليها شنو درت؟ بدا كيغوت وشاد فراسو. قال لي واش عرفتي الخطوره ديال هذا الشيء اللي درتي؟ راه واحد السيده دارت هذا الشيء فحالك ومع حتى تقسمات وما تصف البلاصه. استغفرت الله العظيم، بكيت وعطاني شي دواء خديته ورجع البيبي بخير. من بعد غادي يدوز واحد المده وغادي نولد وغادي تعاود نفس الماساه. امو غادي تجي من اول وجديد وغادي تسكن معايا. ولدها ضا مرتو وبقات هي اللي غادي تعاود عليا القصه من اول وجديد معاها. جلست معايا ومعامله ديالو هاد المره تبدلات 100%. ما بقاش اصلا مسوق ليا، وليت غير حاجه زايده في حياته. المهم فاش قربت انني نولد قلت ليه بلي انني متقله دابا وما نقدروش نسافروا ندوزوا العيد في العروبيه حيت ممنوع ليا السفر حتى نولد ونكمل 40 ونمشي لدارنا. في نفسي وليت هضره زوج كيضربني، جبدات ليا مشكل معاه نضربني من جديد. لا غد ليه وقفت عليه في الكوزينه وقالت لي انا غادي نمشي من هاد الدار باش نتوما تعيشوا بخير. قال لي اذا جاب الله مشيتي من هاد الدار حتى انا غادي نمشي. كانت عندي ماما في الدار سمعت هاد الهضره بدات كتخاصم هي وماما. انا مشيت عندهم
مالكم ما مالكم، دوزناها بجغيمة هاد الماء، ولكن هي دات راسها كضحك وكانت كتجمع في قلبها الضربة القاضية. غادي ندير سبوع اللي داز وكمل بخير. مشات ماما بحالها وهي بقات معايا حتى كملت الربعين، ومشيت للحمام قبل باش نتجمعوا انا وراجلي ديك الليلة قبل ما نمشي نرتاح في دارنا واحد المدة. السيد شوفها ما كيشوفهاش فيا وكانه ما تيعرفنيش. مشيت لدارنا دوزت مده طويله تنقول ليها جي ليا فلان، تيقول لي لا غير جلسي ارتاحي مع داركم. بقى حتى قلت ليه راه الفلوس ما بقاوش عندي اجي عاد جداني. ولات علاقتنا الحميميه نقدروا شهر ونص شهرين ما كاينش اشكال مع تفاصيل وحده اخرى. واخا ما كنتش مقصره من حتى شي حاجه، ديما مقاده ومريحه والصبايغ ديال الشعر واخر ما كاين. وبلا ما نشكر لكم راسي اذا حطيت غير عكار كيبان الفرق في وجهي، ورغم ذلك ما تحرك حتى شي ساكن. دازت المده وهي كتمشي وكتجي 15 اليوم مره هنا مره لهيه، ولكن المشاكل ما حابسينش. كبروا وليداتنا شويه، كبير دخل الاولى ابتدائي والاخر دخل للروض وكانت ما بيناتهم 3 سنين. جا واحد عيد كبير وبما انه عندهم دارهم في العروبيه مشينا دوزنا تما مده 15 يوم. حطنا اليوم مشى غبر يومين احقا غادي نمشي نجيب الحواله. دوزنا العيد، جات مرت خوه ولادها، هو خرج واحد الصباح ككل مره وتيغبر. عيطت ليه ما جاوبنيش، من بعد دوا ليا وقال ليا راني عيطت لك شحال من مره وما كتجاوبينيش، راني بغيتك في واحد الموضوع واخا تبعدي شويه من الدار. ياك لاباس فلان، واحد صاحبي عنده لوزين ديال الوراق وراه تحرق ليه وعنده اسيرونس، وقال لي اجي دخل معايا فيها باش اننا نستافدو بجموعين، وانا كيف الهبيله اكيد غادي نتيقو. انا اصلا ما كنفهم في هذا الشيء والو. ايوا مزيان فيها خير، قال لي راه نيت غادي تخرج لنا 21 مليون وناخذو شي بارطمون ونتهناو من الكرا. اييه الله يسخر لك احسن ما درتي. شوفي انا ما غاديش نجي نبات حتى لغديه. مشى لغد ليه جا السيد فرحان، قلت ليه بركه يلا نمشيو راه دوزنا 15 يوم وانا عييت وانت راه كتقير في الفيلاج وانا راه كنقنط وانا غير بوحدي جالسه هنا وتنشقى وحالتي حاله، بغيت نمشي للدار. اه واخا نزيدو غير شي شويه. لا بركه واخا نمشيو. ما بغاش تمشي، بقات تما مع خوه الكبير اللي مزوج. جينا للدار 15 يوم غير هو تيحط عليا يديه كيهزها بحال كنشويه. كنحاول انني نقرب ليه كيدفعني بواحد الطريقه، تبقى كنقول مال هذا هاد المده كلها والسيد ما توحش مرتو راه ما يمكنش. تنقول صافي ودموعي في عيني وكنعس. لغد ليه قلت ليه غادي نعرضوا على الدار اللي ناضوا تحولوا لنفس المدينه فين كاينه انا، حيت بابا قال ماما غادي نتحولوا حدا بناتي اللي كلهم مجموعين في مدينه واحده. قال لي واخا واش كاين الحوت؟ قلت لي راه كاين وراه غندير البسطيله ولكن خصني الكروفيت. واخا دابا نشوف واش كاين. خرج وصل وقت الغداء تنعيط ليه تيقول لي راني خدام. ايوا صافي عافاك ما تنساش الصخره. عرفتي شنو غادي ديري؟ سيري للسوبر مارشي اللي حدانا تقدري تلقاي داكشي اللي بغيتي جامد، مع العيد الكبير دابا راه ما غاديش نلقى. المهم وصلت الليل لا هو جاب شي حاجه ولا قضى شي غراض. علاش؟ عرفتي شنو؟ ما تعرضيش عليهم حتى تجمي من هنا لسيمانه. ايوا راه ما يمكنش، راني بغيت نعرض عليهم باش عاود نمشي نشوفهم حتى انا شي شويه. راه امك ديما معانا وهذه ماشي عرضه اصلا. ما تنساش فلان بلي انا راه امك دوزنا معها العيد الكبير كامل والحولي كله داز عليها، خليت شويه يعني حبذا لو نعيطوا على دارنا ونعرضهم يدقوا منه، فين هو المشكل؟ لا حتى تجي امي ما كاين لا عرضه ولا والو. بقى مني منك تخاصمنا، هو نعس في بيت وانا في بيت مع ولادي. لغد ليه الصباح فقط تنسخن ليه في المسمن والفطور، قلت ليه واش هذا هو اخر قرار ديالك ما عرضوش عليهم؟ لا شوها صافي، علما انه حنا كانت عرضت علينا اختي اللي مزوجه بالسيد اللي من عائلته، وفاش تمينا خارجين من عندها قلنا لهم نهار الاربعاء جاو عندنا نتعشاو مجموعين. قلت ليه ماشي حشومه عليك حتى عيطنا لهم هما وخواتاتي ودابا نقول لهم لا ما تجيوش؟ ايوا شنو غادي نقول لك؟ الله ياخذ فيك الحق فلان. ولينا في حرب انا وياه، ولينا كيف المش والفار. الله ياخذ الحق وانت بغيتي ديري هادشي مورا ظهر امي. وبدينا كنتخاصمو، دفعتو وقلت ليه بعد مني غادي دفعني وغادي يلصقني مع الحيط. انا بقيت كنغوت وكنبكي. خدا الشارجور وخرج مع الوحده ديال الليل وقال لي ما تبقايش ديري بحسابي في والو وما تسنيني في والو. شهر شهرين انا ما عرفتش فوقاش غنرجع حتى نرتاح من المشاكل، وانا اصلا عييت من صداع الراس وهاد الدار اصلا انا ما بقيتش حامل انني ندخل ليها. مشى غبر تنعيط ما تيجاوبش، كنبكي تنخاصم. جاو عائلتنا اللي ساقوا الخبار ولكن هو مشى فحالو. جات مو اللي دخلات وخرجت في البلاصه ما كملاش 5 دقائق. جلسي لا 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 غادي نمشي، علاش جيتي؟ الله اعلم. ولا السيد كيدوي تيقول انا وياك غادي نطلقوا حيت سالا كلشي. هنا قلبي وقف وعقلي وقف وكل اللي وقفت، ما عرفتش ما ندير. زوج وليدات وكيفاش غادي ندير نعيش وانا تعلقت به لواحد الدرجه اللي ما يمكنش. بقيت تنبكي وتنغوت وكنطلب فيه والو. عيط لخواتاتي لرجالاتهم تجمعوا العائله الجيران حتى شي حد ما قضى فيه. لدرجه انه كانت فيا والله العظيم 65 كيلو في ربع ايام، ولات فيا 44 كيلو. كيفاش طيحتها؟
الفقصة والهم وقلت النعاس والبكاء من تحت ديال عيني ولا كحلية ما بقيتش قادة انني اصلا ندوز الماكلة واللي الكل كان دوز وانا تنبكي وكندعي الله انه يرجعوا ليا. عشت واحد الحالة هيستيريا والم اللي حتى الغدا قدام الله ونتحاسب انا وياه فيه. تعذبت بزاف ولادي تيبكيو وتيطلبوا باهم، الجيران كيدخلوا كيعيطوا ليه كيلقاوه ديما في القهوة. عيط للرجال الكبار ديال الجيران زوجتهم يدويو معاه وين على الشيطان. دويت البابا وطلبته خيلو معايا حتى شي حد ما قد عليه كيقول لهم قولوا ليه هات نساني بلا ما طيح في كرامته على قبلي. تنطلب فيه ما خليت ميساجات ما خليت شعر ما خليت ابيلات بقوت ما صدعته بلوكاني. خواتاتي كل نهار كيطلعوا عندي ما تيفرقونيش. واحد المره غادي نعيط له وجاوبني فلان كيف داير لاباس عليك؟ الحمد لله انا الساعه كلشي بخير. شوفي يا رجاء راه ما يمكنش نرجع انا وياك، راه خصك تعرفي وانا معاك عقلي في جهه واحده اخرى وما كنقدرش نقرب ليك. بدا كيعبر بواحد الجراه كانت قاسحه على المراه، هاد الجراه اللي كانت بحد ذاتها قطعت لي قلبي طرف طرف علما انني ما كنت مخليه ما كندير. وفي الاخير كنسمع ديك الهضره الحقيره بكيت ونحط وما خليت ما قلت وما خليت ما درت. غادي يدوز عليا واحد 6 شهور في الجحيم كل نهار تنهار وكل مره تصون ليا التليفون تنقول هو، وكل واحد جا تنقول راه جايب لي اخبار ديال الخير من عنده. واحد النهار قالت لي اختي علاش ما تشوفيش شي فقيه ويشوف شنو عندكم؟ الا هذه اختي انا مزوقه. ايوا بلا ما نبزز عليك اللي بغيتي انت اصلا ما غاديش ديري شي حاجه اللي غادي تعصي بها مولانا. سمحوا لي طفات لي الكاميرا واضطريت انني نصور بالتليفون. كملوا القصه ديالنا. قالت لي اختي انت راه ما غاديش ديري شي حاجه اللي غادي تعصي بها مولانا، انت راه غير تشوفي شنو عندكم، ربما يكون سحر ولا تكون حتى شي عين. بديت كدور الهضره في راسي وقلت ربما بصح، واذا كان شي حد غادي يرجع لي راجلي فماشي مشكل، انا ما غاديش نادي شي حد، انا غير بغيت نحافظ على بيت الزوجيه ديالي. قلت لاختي واخا، ومشات جابت لي العنوان ديال واحد السيد اللي خو صاحبتها كان واقع عليه نفس المشكل، وداك السيد كان السبب حتى الدواء. انا قلت لها بلي انه سمحي لي ولكن ما غاديش نمشي عند هذا السيد برجلي. قالت لي لا غادي نمشي انا وخالتي وغادي نشوفوا شنو كاين وغادي نجيبوا لك الاخبار. دواو ليا ودوزوا ليا الفقيه اللي هنا غادي يبدا كيستوجبني بشي اسئله اللي هي خصوصيه على العلاقه ديالنا. وفاش جاوبته بدا الفقيه تيضحك وقال لي بلي انه عندك هذا الراجل مطور مع راسه 12000 درهم اللي خسرت عند داك الفقيه اللي ما خلى ما دار والو. داك الراجل ما تبدلات فيه حتى شي حاجه. انا قلت لاختي عفاك الله يعطيك الستر هاد السيد ما منو حتى شي حاجه، خلينا نحيدو هاد الشيء. غادي تشوف ليه واحد السيد واحد اخر اللي غادي يقول لها نفس الهضره نتاع الاول باللي انه راجلك راه ما صافيش ودا فلوس حتى هو. وانا قلت اختي صافي هنا غادي نحبسو، انا ما بقيتش راضيه على هاد الوضعيه. انا كنقيل تنصلي وفي قيام الليل والذكر وتنعس غير ساعه باش كنبقى كنضر على ربي حتى تيود الفجر ونجي نخربق راسي بهاد التخربيق. لا ما يمكنش والله العظيم، اذا دوزت العذاب ثم العذاب ثم العذاب ما لقيت ما ناكل. وسالوا لي الفلوس اللي خلى ليا، خوات لي الثلاجه اللي كانت عامره لدرجه انه بعت الكراسه والزربيه وشي اتات واحد اخر باش نقدر نشري التقضيه. والديا ميسورين وكل مره تيعيطوا ليا كيسولوني واش خاصك شي حاجه، تنقول لهم لا راه باقي عندي المصروف وما كنرضاش بلي انا وشي حد يعطيني. من بعد عقت بيا ماما بلي انه انا ما عنديش، مشاو تقداو ليا داكشي اللي خاصني خالتي خواتاتي با، ولكن الجهد والحياه اللي غادي نعيشها فين هي؟ لدرجة انه وليت فين ما نعس تنقول يا ربي ديني عندك، راني بقيت باغا والو. الحياه ولات كتبان ليا كحلات حلا، وليت كنقول يا ربي يبقى غير الليل وما يجيش النهار اللي كيخنقني غير باش ما نتفكرش داكشي اللي وقع ليا. هو دار معايا باش انه يجيب ليا كتوبه لولدي وحولهم من الخصوصي للحكومي. قال لي صيفط ليا الولد باش نعطيه الكتوبه، انا ما صيفطتوش وغادي نهبط عنده برجلي ويا ريتني كون ما هبطش. كان حاط موبيل حدا الحوانت في الحومه فين ساكنين، هبطت لعندو غير هو شافني خرج. انا حليت الطوموبيل دخلت ودار لعندي وجرني من كتافي ولحني وقال لي مستحيل انك تركبي في هذا الطوموبيل مره اخرى، مستحيل انني نشوف كمرتك، ما بقيتش نشوفك. الحوانت والرجال كيشوفوا فيا. طلعت لداري وانا تنبكي بحال دايره جريمه. تنتم ديا ولدي في الصباح تنسمع العيالات الحومه تيقولوا هذه هي اللي تفرق مع راجلها، هذه هي اللي خلاها، راه هذه هي اللي حصلها مع شي حد. والهضره ما كانتش بغات تسالي في ديك الوقيته اللي كانت كتزيد انها تأزمني. هو تيعيط ليا وتيقول لي نديرو طلاق اتفاقي انا وياك ونخلص لك الكره ونعطيك مبلغ انا كتعيشي به مع الوليدات. وافلان انا ما باغاش نطلق، انا باغاك انت، انا ما تليتش باغيك، صوتك اصلا راني ما بغيتش نسمعه. من بعد تعيط لي باش يقول لي راني حطيت الدوسي في المحكمه. ما حسيتش براسي حتى قلت لي الله يسخر لك الامور. انا ذاك كنت قريبا ندخل في 24 سنه، 9 سنين ديال 10
حليت عيني عليه كان صعيب عليه الفراق، ماشي الدل ولكن الولف والتعلق. حيل قال لي با انا ما تليتش بغيتك في حياتي، جاتني قاسحه، جاتني الورقه ديال الطلاق واحد الصباح من طرف مفوض القضائي، ويا حلا ديك اللحظه اللي فيها تنقول كون هاد السيد جاب موس وخشاه فيا غادي تكون ارحم من ديك الورقه. شديتها ويدي كلهم كيترعدوا، جاتني هيستيريا ديال البكا، عيطت لدارنا ما كملتش 10 دقائق كلشي جا عندي تيواسيني تقولوا عندي عزه. مشيت للجلسه لقيتو كيتسناني هو المحامي ديالو، دخلنا عند القاضيه سولاتو شنو هو سبب الطلاق، قال لي ها قال لها بغينا نديرو عراضه، وقلت لها تسناي امي ما بغاتش، قالت ليه بالله عليك سيدي واش اللي عنده الزوج ديال الوليدات واش هذا سبب باش الناس يتطلقوا به، راجع شويه راسك. قال لي هلا انا ما تليتش باغيها وباغي نطلقها صافي، وخلي بغيتي ولكن غادي تضيع الاسره ديالك بيديك. عطاتني المهله ديال ربما اننا نصحو، خرجنا غادي يقول لبابا بنتك ما كتسمعش الهضره وهادي وهادي وهادي. قال لي بابا نعم السي ما كتسمعش الهضره، عقلتي على النهار اللي جيتي كتبوس فيه رجلين وغادي تنتحر وقلت لك البنت باقا صغيره ودرتي العصا في الرويضه وكنتي غادي تحماق وقلتي لي السي فلان انا غادي نتحملها كيف ما هي، دابا عاد ولات بلي انا وبنتي ما كتسمعش الهضره. خلا بابا وزاد ومشينا في حالنا في حاله حزن. عمر حتى هاد الطلاق ما طاح ليا في بالي حتى غادي نوصلوا ليه اليوم، ديما تنقول راه تيبغيني ديال بصح. تم الطلاق وحاولت انني نتاقلم ولكن كانت قاسحه عليا، وليت بحال شي عيشه كدور غير في الدار بوحدها، هيكل عظمي وصافي بدون روح. هو تيدور في القهوي وتيقول لهم راه تيقول لهم شحال غادي تعطى لها في المحكمه 300 درهم انا نزيدها 100 درهم ماشي مشكل، غير المهم تهنى منها. وعباد الله كيجيو كيوصلوا لي هاد الهضره وكيزيد الحال يتأزم وكيزيد الجرح بحال كدار من فوق من اللون الملحه. المحاميه ديالي غادي نهضر معاها، قلت لها عافاك انا مزوقه فيك، اذا كتعرفي شي حد خاصو شي وحده انها تكون كاتبه عيطي عليا. قالت لي شنو عندك، كذبت عليها وقلت لها راه عندي نيفو باك، دازت الايام وغادي تعيط ليا راه لقيت لك خدمه. عيطت لبابا قلتها ليه، قال لي حتى تجي ونهضروا. صاحبتي قالت لي سيري عولي على راسك، سيري خدمي وحققي ذاتك وخرجي من الدوامه اللي انتي فيها. بابا قال لي هادشي صعيب بنتي رجاء وما تقديش عليه، قلت لي غادي نتحداك بابا وغادي نبرهن لك. لا غد ليه مشيت لهاد الخدمه، اول مره غادي نخرج من بعد دوك المعاناه، غادي نخرج مستقله بذاتي. مشيت عند داك السيد اللي موجد ليا البيرو، غير داك الاستقبال خلاني نفهم بلي انا القدره الربانيه واسعه، انا ربي ما تيخلي حتى شي حد. دخلت وبدا كيعلمني كيفاش انني نشد البيسي بشويه بشويه حتى ولفت. من بعد جا الوقت فاش انني نخرج نكري، حيتاش مشيت عند والديا باش نعيش معاهم، بابا كان ضد الفكره، قال لي نجمع الفلوس حتى نشري بمره، وديك الساعه نمشي الله يعاوني. تقبلت الفكره وسكنت مع الدار وانا مازال في خدمتي وطورت من راسي، ولكن في الاخير اكتشف بلي انا وداك المفوض القضائي اللي انا خدامه معاه كان تعجب بيا، وبقى كل مره نوصل لكراجة وانا تنقول ليه لا ماشي وانا تنقول ماشي مشكل واخا غير وصلني. حتى سقت الخبر بلي انه كان عنده مرته وزوج ديال الوليدات. واحد النهار قال لي راه بغيت نصارحك وانت انسانه طيبه ومعقوله، وما فهمش كيفاش هاد السيد فرط فيك، علما بلي انه كان هو اللي شاد الدوسي ديالي قبل ما نخدم معاه. فكان كل مره طريقي كان تيقول ليه واش بصح رجاء خدمات، هو كان تيقول ليه نجيك من الاخر رجاء خدامه معايا. كيفاش خدامه معايا؟ اها يسخر ليها. هو فاش صرحني قلت ليه سمح ليا وراك عارف الظروف ديالي وما نقدرش نتزوج، قال لي اذا ما قدرتيش وخفتي نتزوجوا في السر، قلت ليه سمح ليا لا ما نقدرش، قال لي ماشي مشكل المهم تكون لي ليا. انا ما عجبنيش الحال، قلت ليه مره اخرى نهضروا في هذا الموضوع. نزلت من عنده طالع ليا الدم وتنقول يا ربي انا يلا لقيت خدمه مرتاحه فيها وفي الاخير هاش نخرج ليا منها، مستحيل نكمل مع انسان غادي يشوف فيا بهاد الشوفه اللي هي ناقصه وانا ما باغاهاش. واحد النهار غادي يعيط ليه الطليق ديالي باش يقول لي بلي انه رجاء خاصها تخرج من الخدمه من عندك وديك الصقه قبل ولادها. قال لي وشنو سوقك نتايا عينيك فيها؟ لا انا طلقتها وما عندي ما ندير بها اصلا، راه انت اللي عينيك فيها. بالصح انا اللي عيني فيها، واذا كاع بغيت نتزوج بها عندك انت شي مشكل ياك طلقتيها وخليتيها. جا عاود ليا هادشي وطلع ليا الدم ديال بصح، نضت نقلب في خدمه واحده اخرى. بقيت كنقلب وما استسلمتش نهائيا حتى لقيت وخرجت من عنده بلا ما نعلمو حيتاش عرفت بلي انا غادي يرفض. خرجت والحمد لله لقيت خدمه ما احسن، الحمد لله تخطيت داكشي كامل لانه كانت ارادتي قويه ودفعت للتسعه ونجحت فيها. جا واحد السيد واحد اخر اللي هو المدير ديال المدرسه ديال وليداتي، جا كيطلبني باش انه يتزوج بيا، رفضت وقال لي هذه هي نمرتي نبقاو على تواصل،
اذا مثلا شي نهار بدلتي رايك منين جيت لخدمتي جديده وليت بخير والحمد لله تزادني في الصالير بزاف وخديت بارتما ديالي حدا بابا. الطليق ديالي فاش ساق الخبر تسطى، علاش تاخد الدار وكيفاش وانا كتاخد من عندي النفقه باش انا ندير بها الدار وتكمل قرايتها وما عرفتش فين هي بغات توصل ولا شنو بغات دير في حياتها. بقيت على العذاب والمشاكل والهضور من عنده حتى تزوج هذا العام وولد. انا اليوم عايشه بخير مع وليداتي كيمشيو وكيجيو عند باهم. اللي تنفكر فيه اليوم هو شحال من خطره كيجوني العروض نتاع الزواج ولكن تنخاف انه الطليق ديالي يدي ليا وليداتي. صراحه ما عرفش واش نصبر عليهم حتى يكبروا ولا نشوف حياتي، ورغم انه العام الجاي ان شاء الله غادي ندفع الباك وغادي نحقق الحلم ديالي انني نقرا القانون. ما عرفش شنو العبره اللي غادي نعطيكم من حكايتي لانه انا ما عندي فيها حتى شي دور وما عندي فيها حتى شي ذنب. نقول لكم ما تزوجوش، انا ما تزوجش بخاطر زوجني با. نقول لكم ما تكملوش قرايتكم، انا باغا نكمل قرايتي ولكن تحد ما خلاني. هذه هي كانت حكايتي، ما كرهتش انكم تعطوني الاراء ديالكم. وهذوك ولاد مواتهم ما يتعداوش على بنات الناس اذا ما كانوش مستعدين انهم يوافقوا ما بين والديهم وما بين الزواج ديالهم. هذه هي حكايتي. هذه هي كانت حكايه رجاء. سبحان الله كاين واحد اشباه الرجال اللي انا ما كنفهمش اصلا علاش كيتزوجوا باش يولي عايش حياته كلها مي مي مي. انا ما عرفتش شنو هذا المفهوم في حياتهم. الام اكيد شي حاجه اللي هي مقدسه، هذه ما نقدروش زعما نلغيوها، ولكن الزوجه حتى هي عندها مقام وعندها وصايه عليك وعندها بزاف ديال الامور، ولكل مقام مقال ما نخلطوش الامور. امك تبع رضاها ماشي مشكل، ولكن على قبل انك تخسر عائلتك على قبل ام اللي هي قبيحه ومتسلطه وانانيه، اسمحوا لي يا اشباه الرجال لانه كنحس بالاشمئزاز فاش كنتكلم عليكم. المهم انا كنظن بلي انه حكايه الليله استفدتوا منها بلا ما غادي نقول العبره، غير هو خليو عفاكم تعليقكم الجميله خليوهم لرجاء. انا بغيت تشوف واش تشوف حياتها انها تزوج ولا خافت انه الطريق ديالها يدي وليداتها. انا صراحه هذا الامر غادي نقول لك استشري مع شي محامي، ما عرفتش انا واش الطليقه اذا طلقات الاب كياخذ الوليدات ولا لا. غادي نقول لك دابا هو انه حققي داكشي اللي بغيتي، بقى مازال صغيره 24 سنه، بقى صغيره ما شاء الله، اري ما تحققي وصلي داكشي اللي بغيتي وان شاء الله الزوج المناسب غادي يجي في الوقت المناسب. واكيد خاصك تعطي فرصه لراسك، خاصك تعيشي حياتك، خصنا نكونوا انانيين مع نفوسنا شويه لوليداتنا وشويه نفوسنا، خصنا نسقيو ريوسنا باش نقدروا نسقيو دوك الوليدات. والزواج هو سنه الحياه زعما ماشي شي حاجه اللي هي عيب. انا عارفك بانك انسانه قويه وبغيتك تكوني مثال بزاف ديال السيدات. عرفتي وانا كنحكي الحكايه ديالك كنت نفتخر، افتخرت بزاف لانني سمعت هاد النهايه. كون سديتي لي الحكايه ديالك بان دابا ما عرفت شنو غادي ندير وانا متازمه وداكشي كنغيضرني خاطري وما نبغيهاش ليك، ولكن فاش سمعتك بلي انك قاومتي ونضتي ودكعتي ماشي مشكل اننا نطيحو ماشي مشكل اننا نفشلو، ولكن المشكل اننا نبقاو في بلاصتنا وكنبكيو على واحد الانسان اللي هو لا يستحق ابدا. فالله يجعل مولانا انه يبارك لك في داكشي اللي كديري وييسر لك امورك ان شاء الله، ويفرحك بوليداتك ويعوضك كل خير ان شاء الله مادام مشيتي بنيتك، ربي ما غاديش يخليك. فدمتم في رعايه الله وحفظه، ما تنساوش رجاء التعليق ديالكم. نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله، وسلام سلام.